إذن مبروك لكل من سوقي قطر والإمارات ترقيتهما إلى مراتب الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي هذه المرة. ماذا يعني لأسواق الإمارات وكذلك لقطر أن يرتقيا إلى مصاف الدول أو الأسواق الناشئة؟ أذكر في هذا العرض بما يعنيه أن تنضم كل من قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. البداية دعونا نأخذكم فيها فقط للتذكير بالمراتب أو المستويات التي تأتي على مؤشر مورغان ستانلي. الأعلى فيها طبعا هي الأسواق المتطورة وتشمل دول وضعها الاقتصادي أفضل كثيرا، دول تعد بحسب رؤية مورغان ستانلي كدول اقتصادات دول متطورة وكذلك تتبع لمنظمة التنمية الاقتصادية. تأتي من بعد ذلك الأسواق الناشئة أو الصاعدة، والأقل هي الأسواق الأولية. وارتقت إذن الأسواق في الإمارات، دبي وأبوظبي وكذلك قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة. إذن ماذا عن هذا المؤشر والذي نسمع به والذي ربما يحكم على أي من الشركات المدرجة فيه وكذلك الأسواق بنمط استثماري معين، ربما هي جاذبة للاستثمارات من قبل الصناديق الاستثمارية أو لا؟ اليوم نتحدث عن هذا المؤشر الذي تأسس في العام 1988. منذ ذاك العام وحتى عام 2012 ارتفع وزن الأسواق الناشئة في العالم من 1% إلى 13%، ويغطي هذا المؤشر أداء 2700 شركة مدرجة في هذه الأسواق، عدد الأسواق قرابة 21 سوق. طبعا هنالك دول تأتي على مستوى هذا المؤشر كما ألمحنا سابقا بالمستويات الثلاث، هنالك من يتم ترقيتها إلى المتطورة أو من الأولية إلى الناشئة، وهنالك من لا تفلح في البقاء على هذه المستويات، لذلك يتم تخفيض تقييمها أو درجتها من الناشئة إلى الأولية. اليوم نتابع هذه المرة ما هي الخطوات التي عمدت دولة الإمارات بشكل خاص على تسريعها من أجل أن تحظى بالانضمام. كان هنالك فشل على مدى السنوات الماضية في عودة الإمارات وكذلك قطر أو أن يتم ضمهما إلى هذا المؤشر، لكن كانت النقطة تتعلق بزيادة ضرورة زيادة نسبة تملك الأجانب التي بقيت محدودة في قطر على حدود 25%، وكانت بحدود 15 إلى 25% في الإمارات. تم رفع نسبة تملك الأجانب في الأسهم الإماراتية من 15% إلى 49% كحد أقصى. السبب الآخر الذي دفع مورغان ستانلي أيضا للتفكير في إعادة النظر في موضوع ترقية الإمارات هو مقدرة الإمارات على تطبيق آلية الدفع مقابل التسوية، والتي تحتاج أيضا بحسب بعض الخبراء إلى متابعة تطبيق هذا النظام في أسواق الإمارات. إذن ماذا عن أداء أسواق الإمارات مؤخرا في الشركات؟ لماذا أيضا مورغان ستانلي تابعت عن كثب أيضا حركة الأسواق الإماراتية ونشاطها؟ لا نتحدث عن حجم السيولة التي دخلت الأسواق، لكن دعونا نراقب أداء الشركات فيها. 91 شركة نمت أرباحها بمعدل 25% حتى نهاية 2012، أي بلغت الأرباح 42 مليار درهم. ليس هذا فحسب، بل بلغت حجم التوزيعات من قبل الشركات توزيعات النقدية 20%، أي حدود 23 مليار درهم، هذا حتى 2012. كل هذه كانت من بعض الأسباب التي جعلت مورغان ستانلي تفكر في ترقية دولة الإمارات أيضا أو أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة. ماذا عن الآن مرتبة قطر والإمارات على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة؟ تحظى قطر بحصة تصل إلى 0.45%، بينما حصة الإمارات هي 0.4%. هذه عن حصصهما، لكن ماذا تتوقع طبعا من جراء انضمام الإمارات وقطر إلى هذا المؤشر؟ بالطبع سيلفت انتباه العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار العالمية، ويتوقع بالمجمل أن يحدث تدفق للسيولة بحدود ملياري دولار، وقيل بحسب المحللين بأن حصة قطر من هذه السيولة ستصل إلى قرابة 60% من المجمل. هذا عن أبرز التحركات، لكن هذه المرة نقف على أبرز القرارات الأخرى التي تم الإعلان عنها مع الإعلان بنفس الوقت عن ترقية الإمارات وقطر إلى الأسواق الناشئة. المغرب ومصر أصلا كانا من الأسواق الناشئة، تم تخفيض مستوى السوق المغربي من السوق الناشئ إلى السوق الأولي. وهذه المرة نتحدث عن السوق المصري الذي يبقى تحت المجهر أو تحت المراقبة برصيد ثلاث شركات فيه، التجاري الدولي
وكذلك المصرية للاتصالات. وفقط أذكر أنه هنالك بعض من الشركات التي ربما تتحدى أن تنضم إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. لاحقا سنغطي ضمن طبعا مراقبتنا لهذا اليوم الكامل حول هذا القرار من هي الشركات المرشحة أن تدرج ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وأذكر أنه سيبدأ تطبيقه من مايو من عام 2014.